تعددت الخدمات التي تقدم للشباب وتحقق لهم الرعاية المتكاملة، صحية، ثقافية، رياضية واجتماعية. أقامت محافظة أسيوط تجمعات عمرانية جديدة تفتح محاور التنمية وتستوعب الزيادة السكانية في مدينة أسيوط الجديدة. نظافة الميادين والشوارع، الأشجار على جانبي الطريق، الخضرة في كل مكان، اهتمام بالزراعة بأنواعها المختلفة، التماثيل في الميادين. الجداريات تعبر عن واقع الحياة والحضارات المختلفة التي تميز محافظة أسيوط. تحديث مستمر بهدف تطوير المدينة وما حولها لتكون جديرة بصناعة سياحية تمتلك مقوماتها. الإضاءة في المساء تعكس أيضا شكلا جماليا مختلفا لمدينة تسعى لتكون الأجمل في صعيد مصر.